بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، كيف أخباركم؟ إن شاء الله بخير. نبدأ بالحصة الثانية من درس التباديل، وهو الدرس الثاني. أخذنا حالات المعادلات ثلاث، اللي قلنا إذا كان عندي تباديل يساوي عدد في تباديل الحالة الأولى، هيا أعيدها بأمثلة عليها، هاي ثلاث أمثلة على نفس الحالة. يعني أنا شرحت الثلاث حالات، أولى ثانية ثالثة، كل واحدة بمثال، بعدين أرجع أعيد أولى ثانية ثالثة كل واحدة بأربع خمس أمثلة. المعادلة الأولى، حل المعادلة تباديل نون 3 تساوي نص تباديل نون 4. الأفضل طبعا احنا من عندنا كسور، كنا اتفقنا دائما الأفضل ضرب تبادلي، بس يخطأ الطلاب هون بالضرب باثنين، فخليها آخر شيء. أول شيء تباديل نون 3 تعني تباديل نون 3 ثلاث شحطات، نون ناقص 1 ونون ناقص 2. نصف تباديل نون 3 معناها نون ناقص 1 نون ناقص 2 ونون ناقص 3. الآن أول شيء اختصر، نون مع نون يظل عندي واحد، نون ناقص واحد مع نون ناقص واحد يظل عندي واحد، طب واحد ضرب واحد يظل واحد، نون ناقص اثنين مع نون ناقص اثنين بخط مائل بالجهة الثانية يعطي واحد، هون ظل عندي نصف ضرب نون ناقص ثلاث. ضرب تبادل اثنين في واحد تعطي اثنين تساوي نون ناقص ثلاث، أنقل الثلاث للطرف الثاني نون تساوي خمسة. سؤال ثاني وسؤال مهم أجا في التوجيهي وتكرر كثير زي هيك أسئلة، تباديل نون 3 تساوي مضروب الأربعة في تباديل نون 2. أول شيء أجي أفك تباديل نون 3، نون 3 ثلاث شحطات، نون ناقص 1 نون ناقص 2، مضروب الأربعة هي 24، تباديل نون 2 معناها نون ونون ناقص 1، يعني شحطتين ما زال راء 2، ثلاث شحطات ما زال راء 3. أختصر، نون مع نون تحذف، شو بيظل عندي؟ بيظل عندي الجزء الآخر نون مع نون، يظل عندي نون ناقص واحد مع نون ناقص واحد تحذف، يظل عندي نون ناقص اثنين تساوي 24، أنقل الاثنين للطرف الثاني نون تساوي 26. لاحظ هون وإن كانوا قسمة، أنا اتفقت معك أما ضرب تبادلي، لكن بعد ما أبسط الطرف الثاني، اثنين مضروب هو اثنين، مضروب الصفر هو واحد، زائد خمسة الناتج 8. أما ضرب تبادلي أو أحل مباشر، تباديل نون أربعة يعني أربع شحطات، نون ناقص واحد نون ناقص اثنين نون ناقص ثلاث. أما تباديل نون ثلاث ثلاث شحطات، نون ناقص واحد نون ناقص اثنين. أختصر، نون مع نون ناقص واحد مع نون ناقص واحد، نون ناقص اثنين مع نون ناقص اثنين، طلع عندي نون ناقص ثلاث ثمانية، أنقلها نون تساوي 11. أما الفرع الثاني، ركزوا معي رجاء على الفرع الثاني. الفرع الثاني هو عبارة عن الحالة الثانية، تباديل نون 2 تساوي 56، ما زال عندي تباديل يساوي ناتج فقط مش تباديلين. أجي أفكر بفك هذا التباديل، نون و2 يمكن كتابتهم، أما راء 2 عددين متتاليين ضربهم 56 هم 8 ب 7. العدد الكبير يمثل نون تمثل 8 اللي هو الكبير، نون اللي هو 8. أو أفك التباديل نون 2 هي عبارة عن نون ونون ناقص 1 تساوي 56، أي أقواس بدي أفكهم؟ نون في نون تربيع، نون في سالب 1 سالب نون، ودخل ال 56 للداخل، صير نون ناقص 8 نون ناقص نون تربيع ناقص نون ناقص 56 صفر، تحل قوسين نون ونون سالب وموجب، ال 56 8 ب 7. قلنا دائما في أسئلة التباديل العددين متتاليين وهم 8 ب 7 وتساوي 56. الآن أما نون تساوي 8 أو نون تساوي سالب 7 تكمل، طبعا الكبير دائما يكتب بالقوس الأول نفس إشارة الأول. الآن أنتقل للصفحة رقم 7 وهي الصفحة الأخيرة في الدرس، وأبدأ فيها بالدرس الثاني وهو التوافير. الآن ركز معي على بدايته، أول إشي أبدأ في البداية، عندي تباديل هي عبارة عن تباديل نون 3 تساوي 720، جد قيمة نون. أول شيء ما زال عندي راء 3، لاحظ طريقة فك الأقواس تصير صعبة بزي هيك أسئلة، فأضطر إلى أجرب ثلاث أعداد متتالية ضربهم 720، لاحظ ما زال في صفر أفكر في العشرة، طب ال 72 اللي ظلت 9 ب 8، إذا هي 10 ب 9 ب 8، 8 ب 9 72 في 10 720، الكبير يمثل نون. طب لو أجد رقم كبير 840
طب مستحيل أجرب واحد في اثنين في ثلاثة في أربعة، لأن واحد في اثنين، اثنين في ثلاثة، ستة في أربعة، 24 رقم صغير. أجرب أكبر، لاحظ من أربعة إلى سبعة. جرب أربعة في خمسة 20، في ستة 120، سبعة 840. إذا النون تمثل الكبير وهو السبعة. أما السؤال اللي بعديه فهو السؤال اللي تكرر كثير في الوزارة. شباب ركزوا معي، تباديل نون ثلاث، إذا عددهم ثلاث أعداد متتالية ضربهم 210. راح تقول لي هون في صفر، ليش ما فكرت في العشرة؟ طب ما في عندي عددين متتاليين ضربهم 21، فأجرب واحد في اثنين في ثلاث ستة، لسه بدي عدد أكبر. ثلاثة بأربعة بخمسة تعطي 60، لسه أكبر شوي. لاحظ خمسة في ستة 30، في 710. راح تقول لي لو أحلها معادلات تطلع أسهل، لا تطلع أصعب بكثير ابني. في المعادلات لو كانت راء اثنين سهلة ما في مشكلة. بس أجي إلى الحالة الثالثة، إذا كان راء مجهول، لاحظ في المعادلة في راء مجهول، هذا أصعب سؤال وأهم سؤال وهو سؤال كتاب. أول شيء بدي أنقل 80، شوف هون بدي أرتب. مضروب الصفر هو واحد، واحد زائد سبعة 8. ممكن أنقل 8 عند 80، يصير 80 ناقص 8 72، والثلاثة مع التباديل أنقلها للطرف الثاني تصير موجب ثلاث تباديل أربع راء. أقسم على ثلاث تعطي تباديل أربعة راء تساوي 24. طب هون لو بديت بالأربعة مش ما زال راء مجهول، أبدأ بالأربعة. طب أربعة في ثلاث 12 في اثنين 24، أوقف. طب وممكن أكتبها أربعة بثلاث في اثنين في واحد برضو 24. في الحالة الأولى راء تساوي ثلاث، في الحالة الثانية راء تساوي أربعة. إذن ما زال الناتج مضروب، العدد الأولاني أربعة هون أربعة مضروب. أما راء مساوية للأربعة، يعني راء تساوي أربعة أو أقل بواحد، وهم الخاصيتين ثلاثة وأربعة اللي أخذناه. طب أجي للسؤال اللي بعديه، تباديل ثمانية راء يساوي 1680. لاحظ أول عدد ثمانية، طب أقسم 1680 على ثمانية وهي سهلة جدا، لأن 16 كم ثمانية فيها اثنين، خلصنا. ثمانية كم ثمانية فيها واحد، جنبيها صفر. بعد الثمانية بدي سبعة، 21 على سبعة فيها ثلاث وجنبيها صفر، 30 على ستة فيها خمسة، على خمسة فيها واحد، إذن هي ثمانية بسبعة بستة بخمسة أي راء تساوي أربعة. السؤال الأخير اللي بعديه سؤال رقم ثلاث، لاحظ هون أول إشي مضروب الأربعة 24 والتسعة والثلاثين، هدول مجموعهم 63. طب أطرح ثلاث أو أنقل الثلاث للطرف الثاني، يظل اثنين تباديل ست راء يساوي 60. الآن بالقسمة على اثنين تباديل ست راء يساوي 30. أول عدد لازم أبدأ بالستة، بعد الستة خمسة، إذا لاحظ ستة في خمسة 30 رأسا، ما بيحتاج أجري عملية القسمة زي المثال اللي فوقيه. إذا مباشرة راء تساوي 2. السؤال اللي بعديه تباديل خمس راء تساوي 60، وهو سؤال سهل جدا. أول إشي أبدأ بالخمسة، ما زال راء مجهول أبدأ بنون اللي هي خمسة، بعديها أربعة، بعديها ثلاث، إذا راء تساوي ثلاث، لأن خمسة بأربعة بثلاث تساوي 60 وراء عددهم. لاحظ السؤال اللي بعديه في ثلاث قدام التباديل، أقسم على ثلاث، يظل 360 على ثلاث 120. أول عدد نون هو ستة، إذا أبدأ بستة، بعد الستة خمسة، بعديها أربعة، ستة في خمسة 30 في أربعة 120، إذا راء تساوي عددهم وهو ثلاث. لاحظ السؤال الأخير سؤال التميز جدا. أنا حالي لك يا كنت في السابق أترك واجب، لكن هون كتبت محلول. تباديل أربعة تباديل نون وأربعة تساوي ستة تباديل نون اثنين. لاحظ الفرق هون بينهم اثنين مش فرق واحد. أول شيء ما زال تباديل يساوي عدد في تباديل، وهذا نادرا جدا في الوزارة. تباديل نون أربعة هو نون ثم نون ناقص واحد نون ناقص اثنين ونون ناقص ثلاث، لأن أربع شحطات ماشي يا عسافين وهاشم، ماشي يا وسيم بورنو وبقية الشباب الحلوين. هون ستة يا خطيب وتباديل نون اثنين، هاي معناها نون ونون ناقص واحد. سامر، نون مع نون تحذف، نون ناقص واحد مع نون ناقص واحد تحذف، ظل عندي نون ناقص اثنين في نون ناقص ثلاث يساوي ستة. ركزوا معي، اتفقنا إذا في أقواس بدي أفكهم. نون في نون نون تربية، وسالب اثنين في سالب ثلاث يعطي موجب ستة،
بعيد في بعيد سالب 3 نون، القريب في القريب سالب 2 نون. لاحظ الستة مع الستة تحذف، ليش؟ لو أنقل الستة للطرف الثاني ستة ناقص ستة صفر، يظل عندي نون تربيع سالب 3 نون وسالب 2 نون سالب 5 نون. لاحظ جميع الحدود فيهم نون، استخرج نون عامل مشترك. من الأول يظل نون ومن الثاني خمسة، أما نون صفر أو نون تساوي خمسة. هيك انتهى درس التبادي. ما بدي أضيع بقية الوقت شباب، أبدأ رجاء وركزوا معي، لا تزعلوا من عندي. درس التوافيق، درس التوافيق أول إشي شو اختلافه عن التبادي، مش رح أخذ غير عمود واحد فقط من عنده. الدرس الثالث هو درس التوافيق، والتوافيق هي أيضا طريقة من طرق مبدأ العد العام، لكن الاختيار يختلف عن التباديل. التباديل كان كل إشي فيه ترتيب، هون كل إشي ما فيه ترتيب، فوضى. زي طلابنا زي صفنا، بدي أنادي طالبين يركضوا نص الصف لعندي، أنا قلت بدي طالبين، ما حددت بدي الأول ولا بدي الثاني ولا بدي الثالث، يعني إشي عشوائي، ما زال عشوائي زي طلابنا الحلوين، هم عشوائيين 24 ساعة. هي طريقة أخرى من طرق مبدأ العد العام بشرط الاختيار، عشوائي أي بدون تكرار. يعني من تختار قلمين من خمس أقلام كيف رح يطلع منهم قلم مكرر؟ ما بزبط. طب هون الاختيار عشوائي دون تكرار، عكس شروط التباديل. لاحظ بدون ترتيب، ما في ترتيب، ما في أول وثاني، ما في أطول وأقصر، ما في ترتيب كتب على الرف ولا ترتيب طلاب على المقاعد. بدون توزيع مهام، ما في مدير ومساعد، ما في رئيس ونائب، ما في أي شيء. دفعة واحدة، والمقصود بالدفعة واحدة يا شباب، المقصود بالدفعة واحدة يعني تمد إيدك وتأخذ لك أي شغلتين مع بعض، إذن دفعة واحدة. بدون تسلسل، ما في أول وثاني. يرمز للتوافيق رمز يختلف عن التباديل، هم عبارة عن قوسين، العدد الكبير لفوق نون والعدد اللي تحتيه راء. تقرأ، شوف نون المجموعة الكلية نفس شروط التباديل، راء المجموعة المختارة وهي الأصغر، نون أكبر أو تساوي صفر، نون أكبر من صفر عفوا، راء أكبر أو تساوي صفر، نون أكبر أو تساوي راء، ممكن يكونوا متساويين زي التباديل. نون لا تساوي صفر، وعلم على هذه لا تنسوه، مستحيل نون تكون سالبة. ونفس الشروط، نون وراء أعداد صحيحة غير سالبة. كيف أقرأها؟ تقرأ توافيق المجموعة نون مأخوذة راء في كل مرة، توافيق المجموعة نون مأخوذة راء في كل مرة، أو تقرأ توافيق نون فوق راء. معلش بس الشباب شوي، المشكلة عندي في الكمبيوتر. هي تقرأ توافيق المجموعة نون مأخوذة راء في كل مرة، أو نون فوق راء. خلص من أحكي نون فوق راء يعني التوافيق، تحسب بقانونين. هي نفس التباديل شباب، لاحظ هي عبارة عن مضروب النون، واللي تحت نون ناقص راء مضروب، بس إضافة مضروب الراء. إذن كأنه التوافيق نون فوق راء هي عبارة عن تباديل نون راء على مضروب الراء، وهو الأسهل. علما كتابنا يستخدم القانون الأول، لكن تلاحظ غالبية الأساتذة يستخدمون القانون الثاني لسهولته، وهو الأسهل. القانون الثاني، أي توافيق حولوا إلى تباديل، فيكتب تباديل نون راء على مضروب الراء، وهو الأسهل. ما راح أطول كثير عليكم، بس دقيقتين أكمل هذول الأمثلة وأوقف الدرس. أول إشي، أربعة فوق اثنين، لو بدي أحله على القانون الأول، مضروب الأربعة، ثم أربعة ناقص اثنين مضروب، ثم مضروب الراء اللي هي الاثنين. شو بصغر الأربعة، أكتبها أربعة بثلاث في مضروب اثنين، أربعة ناقص اثنين مضروب اثنين، واحدة منهم راحت، مضروب اثنين مع مضروب اثنين، ظل أربعة بثلاث اثناش، ومضروب اثنين اثنين اثناش على اثنين ستة. لاحظ العملية طويلة، لكن لو حولت التوافيق لتباديل مباشر، تباديل 4 2 على مضروب 2، 4 2 معناها شحطتين، ذكر الدرس التباديل هي 4 في 3 شحطتين، ابدا بالأربعة ثم اصغر، مضروب 2 2 تصير 12 على 2 6، لاحظ اسهل من اللي فوق. طب جرب لي 9 فوق 5، او توافيق المجموعه 9 ماخوذ منها 5 عناصر،
هي تباديل 9-5 على مضروب الخمسة. طب أجي على اللي فوق، 9-5 معناها أبدأ بالتسعة وخمس شحطات، 9-8-7-6-5 مضروب الخمسة 5-4-3-2-1. لاحظ الخمسة مع الخمسة تحذف، الأربعة في 2 8 تروح مع الثمانية، ظل 9-6 أو 3 مع الستة بتضل 2، والناتج 9-7 63 في 2 اللي ظلت من هون 122. حسبها بأي طريقة بدك إياها. الآن 6 فوق 4 تكتب تباديل 6-4 على مضروب الأربعة. أسهل إشي نحول كل توافق لتباديل، تباديل 6-4 على مضروب الراء، 6 في 5 في 4 في 3، لأن 6-4 4 شحطات، 1-2-3-4 وأبدأ بالكبير 6 مضروب الأربعة 4-3-2-1. لاحظ 4 و3 مع 4 و3، 6 في 5 30 على 2 في 1 2 الناتج 15. السؤال اللي بعدي، السؤال اللي بعدي والمفروض لهون أوقف، بس خلي أخذ أول قاعدة من عندي من الدرس. لاحظ ركزوا معي شباب على هدول، القاعدة الأولى والقاعدة الثانية مكتوبة بالصفحة الثانية بالحصة القادمة، بس القاعدة الأولى بدي أحسب 4 فوق 0 تباديل 4-0 على مضروب الصفر، وأنا أعرف مضروب الصفر 1، وتباديل 4-0 أخذناه بالدرس الماضي، أي تباديل والصفر يعطي 1، أي عدد والصفر 1، 1 على 1 1. من هنا استنتج من القاعدة الأولى أن التباديل والتوافيق اثنينهم من يكون معهم صفر ناتج 1، يعني تباديل 4-0 1 وتوافيق 4 فوق 0 برضو 1. يعني من هنا استنتج 5 فوق 0 1، 7 فوق 0 1، 9 فوق 0 1. هذه تنفعني في عمليات الحساب. طب 4 فوق 4 إذا كانوا العددين متشابهين في التباديل، مش قلنا نحول التوافيق للتباديل، تباديل 4-4 على مضروب الأربعة، تباديل 4-4 هي مضروب الأربعة، أخذناها في درس التباديل، أي عددين متشابهين يعطي مضروب العدد. طب مضروب الأربعة على مضروب الأربعة قديش؟ 1. من هنا استنتج في التوافيق أي عدد فوق نفسه 1، 7 فوق 7 1، 3 فوق 3 1، 10 فوق 10 1. طب أجي عرفنا القاعدتين الأولى والثانية، أجي القاعدة رقم 3 و4، 4 فوق 1 هو تباديل 4-1 على مضروب الواحد، مضروب الواحد 1، 4-1 شحطة واحدة واللي هي 4، 4 على 1 4. إذن هون التباديل أيضا ينطبق مع التوافيق في درسنا، أن 4 فوق 1 توافيقها يساوي تباديل 4-1 وقيمته هو العدد الأولاني اللي هو 4. لاحظ أما 4 فوق 3 تتحول تباديل 4-3 على مضروب 3، 4-3 يعني 4 في 3 في 2، 3 شحطات وأبدأ بالأربعة. مضروب 3 هو 3 في 2 في 1، 3 في 2 تروح مع 3 في 2 يضل 4. لاحظ في التوافيق أسهل في كثير في الحساب، القاعدتين موجودين في صفحة رقم 8 في الحصة القادمة. الآن 4 فوق 1 يعطي الأعلى، يعني نون فوق 1 يعطي نون، و4 فوق 3 إذا الفرق 1 يعطي الأعلى فقط، مش زي التباديل. التباديل إذا كان الفرق 1 يعطي مضروب الأكبر، مضروب الأربعة، وإذا الفرق 1 يعطي الأعلى فقط بدون مضروب، وهم موجودين في الحصة القادمة. يعطيكم العافية إن شاء الله. والحصة القادمة أبدأ من صفحة رقم 8، بس رجاء رجاء ادرسوا هدول الصفحتين كامل وبالتفصيل، ولا زيد، أيهم، فيصل، جعباص، الشباب كلياتكم، نواف، الكل يدرس بطريقة صحيحة. رجاء رجاء. السلام عليكم.